نواجه الكثير من التحديات، وأكثرها صعوبة هي العزلة التي يعانيها سكان قطاع غزة والتي لا يعلم عنها ولا يتحدث عنها الكثير من الناس. يمكن للأفراد البحث وأخذ المحاضرات من خلال الإنترنت، ولكن ليس هناك بديل عن التجارب الحقيقية والخبرات التي حول العالم. حدود قطاع غزة مغلقة منذ أكثر من 10 سنوات، ومن الصعب جدا السفر والخروج بالنسبة لسكان القطاع، ومعظم الذين يأتون إلى غزة سكاي جيكس لم يسافروا قبل ذلك أبدا لأكثر من مسافة 30 كيلومتر. العقبة الثانية هي الماني ترانسفير أو التحويلات المالية. هو بيقدم خدمة وفي المقابل بيستنى إنه الناس تدفع له فلوس، بس للأسف بسبب الحصار ما بتمكنوا هدول الشباب من إنهم يحصلوا الفلوس اللي بتندفع لهم أونلاين، لأنه ممنوع التحويلات لقطاع غزة، وهذا الشيء بيأثر على استمرارية هاي المشاريع، بيأثر على استمرارية التيم فريق العمل في إنه يقدم الأشياء اللي بيلزمها أو إنه يستمر في العمل.